لحظة بلحظة. تفضل يا أستاذ حمزة. تحية ليك على التغطية للحظة بلحظة يا أخويا. الله يخليك. بالنسبة لتشكيلة الوزارات، أعتقد على أنه كما قلت جاموندي اليوم وضع آخر الروتوشات في الحصة التدريبية الأخيرة على تشكيلة الوداد. المهم واللي كان في فريق الوداد خلال الأيام الأخيرة هو أنه إدارة الوداد والطاقم التقني للوداد واللاعبين بعضهم بعض يحاولون تجاوز خسارة الدوري المغربي لصالح الرجاء حتى صحيح. لا تؤثر خسارة درع الدوري سلبيا على نفسية اللاعبين. الوداد الرياضي أكيد على أنه فريق في السنوات الأخيرة أصبح فريق استأنس كثيرا مع دوري أبطال إفريقيا، الفريق الذي ربما خسر على الموسم الماضي النهائي بطريقة بين قوسين غير شرعية أمام الترجي التونسي في رابس، كذلك بطل إفريقيا سنة 2017، أي أن الوداد أصبح مستأنسا مع التواجد في الأدوار النهائية. فريق الوداد أعتقد على أنه اليوم تأكد غياب صلاح الدين السعيد الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا، كذلك غياب منتظر للاعب أيوب العملود، وغياب كذلك منتظر بين قوسين للمدافع الشيخ كومارا والمدافع كذلك أشرف داري. لماذا؟ اللاعبان معا تدربا في الحصص الأخيرة لنادي الوداد، لكنهما من الصعب أن يزوج بهم المدرب داموني ويغامر بهما لأنهما لم يلعبان المباريات الأخيرة الرسمية رفعة فريق الوداد، لهذا من المتوقع أن يغيبان. لهذا الوداد عنده بعض الغيابات، لكن الوداد يعول على الفورمة التي تأتي من يحيى جبران وكذلك وليد الكرتي والمهاجم الإسماعيل الحداد وكذلك المهاجم بديع أوك. تمام، ممكن تقول لنا التشكيل المتوقع غدا إن شاء الله للوداد؟ بالفعل هذا هو التشكيل تقريبا، هذا هو التشكيل المتوقع. قوله لي كده من حراسة المرمى كده وانت نازل الأربعة الدفاع والنص والهجوم. بالنسبة للحراسة هناك في حراسة المرمى كما يعلم الجميع التاكناوتي في حراسة المرمى. واحدة واحدة والنبي والنبي يا حبيب، واحدة واحدة حمزة، واحدة واحدة. تاكناوتي في حراسة المرمى. تاكناوتي ماشي. رواق الأيمن قد نشاهد عبد اللطيف نصير. عبد اللطيف نصير ماشي. الظهير الأيسر المتميز والذي يعتبر من أفضل انتدابات فريق الوداد في الميركاتو الشتوي يحيى عطية الله. يحيى عطية الله ماشي. البين الدفاع حمزة أسرير، ربما يدفع بحمزة أسرير وجمال الدين. حمزة أو نجم الدين. حمزة أسرير ونجم الدين تمام. وسط الملعب في خط الوسط قد نشاهد بنسبة كبيرة يحيى جبران لأنه يعتبر من ركائز الفريق. أي. وكذلك وليد الكرتي. وقد يدفع في خط الهجوم بثلاث لاعبين، نشاهد مثلا الحداد يمشي في الرواق الأيمن وبديع أوك في الرواق الأيسر وكازادي كخط مهاجم كرأس حربة في الفريق. ناقص واحد كده. ضيفه من عندك يا مهيب. السعيدي مثلا مش هيلعب؟ لا لا سعيدي مصاب، سعيدي مصاب بكورونا. طب ما تلعبوا ناقصين واحد يا اخي وخلاص، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ما تلعبوا 10. الله ممكن جدا. انت قلت 10 خلاص العبوا 10. الله ايه يعني اللي هيحصل يعني؟ هو احنا ضيوفكم يا اخي، احنا ضيوف عندكم، ضيوف المغرب.